عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا حبوباتي في فيديو جديد من قناة تدابير من بيتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بطبق خفيف ظريف. ثاني هو اليوم عندي سمكة كما راكم تشوفوا، هذه الحوتة الكبيرة، والله ما على بالي واش يسموها. انا ما عنديش في الحوت صراحة، انا نحب السردين وبس، حاجة واحدة اخرى خاطيني بكل صراحة. انا هذه الحوتة راه جابها الزوج تاعي، هذيك هي لازم نطيبها لهم. هاد الحوته واش نسحق؟ عندي هنايا هاد الحوته، عندي هنايا شرائح الليمون. الحوته هنا يعني نقيتها ودرت لها فتحات هنايا في الظهر، في هنايا في السطح هذا. هنايا عندي باش رايح الرفق هاد الحوته، هنايا عندي حبات بطاطا، هنا عندي 4 حبات بطاطا صغار، قطعتهم هكا شرائح، قطعتهم الى دوائر تكون رقيقه. لازم عندي هنايا 3 حبات بصل اخضر، ثاني يعني مقطعتهم هكا. عندي حبه طماطم كبيره ولا 2 حبات رابي. عندي تشكيله من التوابل وعندي زيت. يلا نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. تشكيله التوابل اللي عندي هنايا، هنا عندي 2 مغارف كمون بالمغرف نتاع القهوه الكبيره، عندي هنايا مغرف كركم اللي هو العود الاصفر، عندي مغرف زنجبيل اللي هو سكنجبير، عندي مغرف صغيره فلفل اسود، عندي مغرف ملح، عندي هنايا مغرف كبيره ثوم مرابي. هنايا المغرف هذه تقريبا بدات لي 6 فصوص كبار. عندي هنايا معدنوس وقزبر مغرف كبيره ثاني، رايحه نخلطهم مع بعض ونضيف لهم الزيت. هنايا نضيف 5 مغارف زيت، نخلط المكونات هذه كامل مع بعض ورايحه نتبل بهم الحوته نتاعي. هاي لكم هاي الحوته نتاعي بعد اللي تبلتها، يعني عمرتها مليح بالتوابل هذوك، الخليط تاع التوابل درت لها هنا لداخل، درت لها هنايا في هذه الفتحات. هنا رايحه ندير شرائح الليمون كذلك، نحط هنايا شرائح الليمون ونحط الحوته نتاعي تتشرب هذيك التوابل مده ربع ساعه ولا نص ساعه، حتى اذا امكن نص ساعه راح تكون تتشرب هذوك التوابل مليح مليح. اذا حبوباتي هنايا الحوته تاعي كما راكم تشوفوا حشيتها، درت لها دوك شرائح تاع الليمون وخليتها تتشرب تما. هنايا نصف الكميه التوابل اللي بقات لي، يعني نصف الكميه تاع التوابل حطيتها في الحوته، والنصف الثاني هنايا يعني زدت له حبه الطماطم اللي مربيتها. كما قلت لكم الطماطم تكون حبه كبيره ولا 2 حبات صغار، وتخلطيهم هكا مع بعض مليح مليح. هنايا بالنسبه للبطاطا والبصل، هنايا راني حطيت البصل هو الاول وحطيت فوقه هكا البطاطا كما راكم تشوفوا. هنايا بالنسبه لكميه البصل والبطاطا طبعا على حسب المول تاعك انتيا شحال يرفد، يعني انتيا تعرفي المول تاعك شحال يرفد. اذا كان صغير نقصي البطاطا والبصل، اذا كان كبير زيدي على هذه الكميه. طبعا انتيا عينك ميزانك وادرى بالمول تاعك شحال يرفد تحطي فيه على حسابك. الان واش رايحه ندير؟ هاليكم الحوته تاعي هنايا والخضار راهم في المول تاع اللي يدخل الفرن. هنايا حطيت البصله ثم البطاطا ثم غطيتهم بهذيك الصلصه كامل، الطماطم مع التوابل غطيت هذيك البطاطا كامل بالصلصه هذيك، ومن بعد حطيت هنايا الحوته هذه تاعي. الان رايحه ندخلهم الفرن مسخن من قبل ونعس، يعني كي يدخل طياب البطاطا تحسي البطاطا تاعك طابت مليح تنحي المول تاعك من الاخر يكون جاهز ان شاء الله. انا رايحه ندخلها الفرن ونوريكم الطبق في الاخير جاهز ان شاء الله. هاليكم حبوباتي هنايا الحوته نتاعي هاي وجدت، جات ما شاء الله عليها محمره، الله الله عليها. هنايا نصيحه فقط، اللي تحب البطاطا نتاعها ما تجيش ناشفه، يعني يكون فيها شويه صوص، ما عليك غير تزيدي كاس صغير تاع ماء في البطاطا نتاعك هكا باش تجيك البطاطا ماشي ناشفه وتجي فيها شويه صوص. ان شاء الله جربوا هذا الطبق وينجح معاكم ان شاء الله يا ربي. ما بقى لي في الاخير غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في وليداتكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.